اوكي، تكمل في تشابتر 1. اليوم راح نبلش في 1.3 وهو اللينير فانكشنز. نشوف مع بعض شو تعريف اللينير فانكشن، كيف ممكن اكتب لينير فانكشن، كيف ممكن ارسم لينير فانكشن، كيف ممكن اطلع نقاط تقاطع الخط المستقيم مع محور س مع محور ص، كيف ممكن اطلع سلوب يعني ميلان هذا الخط المستقيم مع محور س مثلا، ميلان وكديش يعني في ميلان بالنسبة لمحور س لهذا الخط المستقيم. كل هاي التفاصيل راح نفهمها إن شاء الله من خلال هذا الدرس اللي هو عبارة عن 1.3. وبالتالي خلينا نروح مع بعض هلا على أعمل شير سكرين للنوتس، نروح هناك مع بعض. إذا بتوقع هلا الجميع شايف معي شاشة الملاحظات هاي اللي بكتب عليها. إذا خلينا نبلش من هون مع بعض في تعريف شو معنى linear function. طلعوا علي، بدي أنا تعريف linear function أول حاجة من خلال الرسم. linear function اسم linear، function أول حاجة يعني اقتران، ولينير يعني خطي، وبالتالي الخط المستقيم بشكل عام. إذا في أنا عندي مستوى ديكارتي، طلع كيف هاي مستوى ديكارتي بشكل عام. إذا في عندي أنا خط مستقيم، يا بكون هذا الخط المستقيم، طلع كيف يا بكون هذا الخط المستقيم بهاي الصورة موازي لمحور س. راح نتعرف على خصائص هذا الخط المستقيم، بسميه مثلا هذا الخط المستقيم بسميه L1، أو ممكن هذا الخط المستقيم يكون ممكن يكون هذا الخط المستقيم موازي لمحور ص، وراح نشوف مع بعض خصائص هذا الخط المستقيم اللي بيكون موازي لمحور ص اللي هو L2. وممكن أيضا الخط المستقيم مثلا يكون بهي الصورة مثلا، طلع كيف في عندنا هون خط مستقيم بدي أرسمه يكون الميلان له موجب. لاحظوا انه هذا الخط المستقيم بدي اسميه L3، واخر خط مستقيم راح نتعرف عليه اللي هو الخط المستقيم بهي الصوره. فمطلوب منا هلا بعد نهايه درس اليوم نكون فاهمين شو خصائص هاي الخطوط المستقيمه كلياتها، وبالتالي هي عندنا هون L4. شايفين كيف؟ اذا الخط المستقيم الموازي لمحور س هو بالأورنج، الموازي لمحور ص هو بالزهري، والخط المستقيم اللي بالأسود لاحظوا إنه بصنع زاوية حادة، هاي الزاوية حادة مع محور س الموجب. شايفين محور س الموجب، محور س مع محور س بصنع زاوية حادة، بينما اللون البيربل بصنع زاوية منفرجة، طلع زاوية منفرجة. هلا الخط المستقيم اللي بصنع زاوية منفرجة بيكون السلوب لإله الميلان لإله سالب، تمام؟ إذا هاي بالنسبة لأس أربعة، طلعوا أس أربعة، أس يعني سلوب، رح نيجي عليه، ولا أرمز له بالرمز كمان، ممكن أعمل كالتالي إم أربعة. إم مرات بنحكي عنه سلوب إم، ومرات بنحكي عنه سلوب يعني، خلي بدي أعمل بشكل عام أنا، بدي أحكي هون مثلا سلوب اللي هو مثلا إم، خلي أعمل M هي اختصار للسلوب، سلوب يعني الميلان الميل. كويس راح نيجي عليه كمان شوي، بس انا بدي افرجيكم من الرسم، الميل هون راح يكون سالب. ليش؟ لانه بصنع زاوية منفرجة مع محور س. بينما بالاسود الميل بالاسود M3 راح يكون موجب، لانه بصنع زاوية حادة مع محور س الموجب. مع محور س. هلا اللي بالاورنج راح يكون سلوب لإله M1. M1 راح نشوف مع بعض انه هو عبارة عن صفر. أي خط موازي لمحور س ميلانه صفر. بينما M2 راح يكون undefined غير معرف. أي خط موازي لمحور ص ميلانه غير معرف. أوكي؟ سو هي بشكل عام الخصائص المهمة اللي بنتعرفها على الاقتران الخطي. ليش اقتران خطي؟ لأنه برسم على شكل خط مستقيم، والخط المستقيم زي ما احنا شايفين نوعين ثلاث أربعة اللي راح نتعلمهم، يا بكون خط فيه له ميل موجب يا اما زي الأسود، يا اما خط بيكون ميلانه سالب زي البيربل، يا اما خط ميلانه صفر موازي لمحور س، يا اما خط ميلانه مش معرف زي L2. إذا هلا بشكل عام بدي أجي أنا أعرف لك شو معنى لينير فانكشن بشكل عام.
تعريف اللينير فانكشن، خط يعني الخط المستقيم بشكل عام كيف برسمه؟ بكل بساطة هو هيك شكله y تساوي ax plus b. ليش لينير؟ ليش لينير؟ لينير لأن درجة x واحد، لما يبقى مش محطوط حاجة يعني واحد. حكيت لما تبقى لما تبقى x قوتها 2 ببطل يصير خط، بصير زي معادلة تربيعية بنسميها بارابولا. بس بينما في اللينير فانكشن بتكون x قوتها واحد، وبالتالي نحن بنحكي عن ايش؟ عن خط مستقيم. كيف؟ شو هم a و b؟ طبعا هنا a و b هي ارقام ثابته، a و b ارقام ثابته constants، تمام؟ اذا هذا هي الصوره العامه ايش؟ هي الصوره العامه لاي خط مستقيم، هاي هي الصوره العامه لاي خط مستقيم. طبعا ممكن تقبل a صفر، ممكن تقبل b صفر، شايفين كيف؟ وبالتالي خلينا نشوف مع بعض قبل ما اعطي تفاصيل اكثر، بدنا نشوف مع بعض كالتالي. Example، لو جينا على سؤال بهي الصوره example، وحكينا من هذا السؤال بدنا نطلع find the intercepts. هلا شو يعني intercepts؟ الانترسبتس يعني الخط المستقيم وين بقطع محور س ووين بقطع محور ص. يعني هذا الخط لو نضل نمشي فيه دغري هيك بقطع محور ص هون، صح؟ فبدنا نشوف شو هم الانترسبتس. اذا الانترسبتس هم نوعين، في عندنا نوعين للانترسبتس، في عندنا انترسبتس بنسميه اكس انترسبت، بنسميه اكس اللي هو الانترسبت. هلا الاكس انترسبت كيف بحصل عليه؟ دائما الاكس انترسبت يعني بدي اشوف الخط المستقيم وين بقطع محور س. طلع لما بقطع محور س، لما الخط المستقيم بقطع محور س تقبل قيمه واي صفر، صح؟ شايفين كيف؟ لما يقطع محور س تقبل قيمه واي صفر. اذا في عندنا هنا ايش؟ عند الاكس انترسبت بدي اعوض محل قيمه واي تساوي صفر. والنوع الثاني اللي هو الواي انترسبت. هلا لما الخط المستقيم بدي اقطع محور واي بتكون هنا اكس تساوي صفر، فانا بدي اعوض ايش؟ المحل واي تساوي صفر عشان اطلع الاكس انترسبت، ومحل اكس تساوي صفر عشان اطلع الواي انترسبت. فلو اجينا سؤال فايند انترسبتس مثلا بشكل عام لاي خط مستقيم فور ذا لاين مثلا واي بيساوي اي اكس بلس بي، طلع لي ايش؟ انا اعطيتك خط مستقيم بشكل عام، كيف بدنا نطلع الاكس انترسبت والواي انترسبت؟ بيجي بحكي الاكس عشان اطلع الاكس انترسبت شو راح بعمل؟ بحط محل واي تساوي صفر، فبعوض هنا محل واي تساوي صفر، فشو بصير؟ صفر تساوي اي اكس بلس بي، خلي اكس عشان بروح اطلع اكس انا اطلع الزوج المرتب هلا، فبعمل ناقص بي ناقص بي، فبصفي عندك ايش هلا؟ ناقص بي تساوي اي اكس، معناته بتطلع معنا هنا اكس ايش؟ قسم على اي على اي، بتطلع x تساوي ناقص b على a. شايفين كيف؟ هذا بنسميه ايش؟ الx intercept، يعني الخط المستقيم بقطع الx axis عند هاي النقطة. وهلا نفس الحاجة لو اجانا السؤال كيف نطلع هلا الy intercept؟ وين الخط المستقيم بقطع محور y؟ لما تقبل قيمة x تساوي صفر، وبالتالي بروح هلا على المعادلة اللي بالاخضر هون، بعوض محل ايش؟ محل x تساوي صفر، فبطلع الجواب ايش؟ صفر زائد بي، فبطلع الجواب بي. اذا عند واي تساوي بي، لاحظوا هون عند اكس تساوي ناقص بي على اي، هون عند واي تساوي بي. طيب جميل جدا. هلا الاي هاي اللي هون في لها اسم، هاي الاي يعني هذا بشكل عام اعطيتك الاكزامبل الاول. هلا الاكزامبل الثاني لو حطيت انا اكزامبل هون وقلت لك جيفن، خذ هاي اي خط مستقيم جيفن بي لينير فانكشن، اعطيتك اي خط مستقيم بشكل عام بس مكتوب على الصورة العامة، يعني انه y بيساوي ax plus b. حكيت لك find slope، اعطيني الميلان تبع هذا الخط المستقيم. هلا السلوب تبع الخط المستقيم يا جماعة لما نرتب المعادلة بهذا الشكل، السلوب هو معامل س، اذا السلوب هو معامل س ويساوي a، هذا هو السلوب الميلان. فبدنا ننتبه انه اكتب الخط المستقيم على الصوره العامه. فلو اجانا اكزامبل بهي الصوره حتى نلخص كل اللي تعلمناه لحد الان. اكزامبل، فسؤال بقول لك فاين انترسبت، يعني لما اقول انترسبت يعني اثنين الاكس والواي، والسلوب طلعنا كمان السلوب، ومش بس هيك ورسم كمان وسكتش. اول حاجه ذا لينير فانكشنز اللي هم بنبلش في اكزامبل سليم. اول حاجه بنروح على مثلا 12 اكس بلس 3 واي
تساوي 24. يلا بدي اسمع منكم كيف هلا بدنا نطلع الاكس انترسبت وكيف بدنا نطلع الواي انترسبت وكيف بدنا نطلع السلوب. في حدا فيكم بيعرف حسب ما شرحنا قبل شوي؟ يلا يا جماعه شو رايكم؟ كيف بدي اطلع الاكس انترسبت مثلا؟ يعني بدي اساعدكم في حاجه. لو جيت حكيت انا مثلا بدي اروح اطلع مثلا الاكس انترسبت، يعني بدي اشوف وين اللاين، هذا الخط المستقيم بقطع محور سي، فبروح بعوض محل ايش؟ بحط وين ما في واي بحط صفر. فبصفي عندك 12 اكس زائد صفر يساوي 24، معناته 12 اكس تساوي 24، بقسم على 12 على 12، معناته اكس تساوي قديش؟ 2. هذا هي بنسميها ايش؟ اكس انترسبت. يعني اذا الخط المستقيم يا جماعه بده يقطع محور س، اذا الخط المستقيم بده يقطع محور س لازم يقطع محور س عند النقطه اكس تساوي 2، عند س تساوي 2. وهذا الشيء ممكن نشوفه بهي الصوره. طلع كيف؟ انا عندي هي هون اكس، هي عندي هون واي، وانا متاكد 100% انه الاقتران بده يمرق من هي النقطه. هي النقطه اسمها 2 و0، لانه قيمه اكس 2 قيمه واي 0. تمام. طيب عشان ارسم خط مستقيم بدي كمان نقطه، مين بقول لي كيف اطلع الواي انترسبت؟ يلا شوف، يعني وين الخط المستقيم راح يقطع محور واي؟ اسمع منكم يلا يا جماعه. طيب نشوف، في عندنا منار. نعم منار. دكتور بعوض بدل واي صفر عشان اطلع الواي انترسبت. بعوض ايش؟ 12 اكس 12 ضرب صفر. بعوض محل اكس تساوي صفر، صح هيك قصدك؟ هي صح. طب شو بصير؟ صفر زائد 3 واي يساوي 24. ناقص صفر. خلص مش داعي له، بروح. ما هو بضل عندنا واي شو تساوي؟ 8. ف8 بنعوضها على الخط، على الخط المستقيم، بروح على قيمة واي تساوي 8. هاي واي تساوي هون، طبعا هاي النقطة اسمها ايش؟ محل س 8، محل س 0 ومحل واي 8، هذا الزوج المرتب 0 و8. إذا هلا عشان أرسم خط مستقيم، هلا بمر بلزمني نقطتين، صار معروف عندي النقطتين، صح يا جماعة؟ النقطتين صاروا معروفين معي، فهذا هو الخط المستقيم اللي نحن بنحكي عنه. وهي النقطتين تبعتنا، هي النقطة الأولى وهي النقطة الثانية. طب بدي أسألكم سؤال، فكركم هذا الخط المستقيم بصنع زاوية منفرجة ولا زاوية حادة مع محور سين؟ شو رأيكم؟ بصنع زاوية إيش يا ملاك؟ زاوية منفرجة ولا زاوية حادة؟ زاوية منفرجة. طيب فكرك السلوب لإله موجب ولا سالب؟ إيه سالب. ممتاز، إذا هون السلوب راح يطلع معنا إم هون سالب. طيب إحنا جاوبنا على الفرع الأول، طلع كيف؟ نحن طلعنا الانترسبت طلعناهم، وطلعنا سلوب طلعنا ورسمنا مزبوط، بس ضل علينا نطلع سلوب. كيف اطلع سلوب؟ تذكروا شو لازم نعمل؟ صح، لازم نكتب على الصوره العامه هيك، بدي اخلي واي موضوع القانون، لازم تكون هون ايش؟ واي موضوع القانون لحالها، يعني واي على طرف والباقي على طرف، عشان احكي في الاخر معامل اكس هو سلوب. يعني هون اي هي نفسها ام اللي هو سلوب معامل اكس. فمين بقول لي كيف اخلي معامل اكس على طرف؟ يلا اسمع منكم، نسمع مين بقول لي كيف اخلي معامل اكس على طرف. يلا يا جماعه شو لازم اول حاجه نعمل؟ كيف اخلي واي موضوع القانون؟ كيف اخلي واي لحالها على طرف والباقي على طرف؟ شو لازم اعمل؟ المعادله الموجوده معي 12 اكس زائد 3 واي تساوي 24. يلا يا دعاء. ناقص 12 اكس زائد 3 واي. اذا انا عندي هلا هي عندي 12 اكس زائد 3 واي تساوي 24، بدي اخلي واي موضوع القانون، فشو يجب اعمل؟ بنكل 12 اكس. ممتازه، فهذول بروحوا مع بعض، بضل عندي هون واي شو تساوي؟ 24 ناقص 12 اكس. ممتاز، بعدين بقسم على 3. القانون بنقسم كل شيء على 3، بنقسم كل شيء على 3، احسنتي. فشو بصير عندك واي تساوي؟ 8 و4 4 اكس ناقص 4 اكس. اذا احضري قديش السلوب هلا؟ 4 سالب 4. سالب 4، ممتازه. شو ماله؟ سالب صح؟ لان عندنا الزاويه المنفرجه. شو مالها؟
الزاوية اللي هون منفرجة صح؟ طيب جميل جدا. إذا أنا هيك بكون جاوبت إجابة شافية على السؤال رقم واحد. نيجي على السؤال رقم اثنين على مثال يكون الميل مثلا موجب. لو جينا على هذا السؤال 2x ناقص y زائد 4 بيساوي 0. يلا اسمع منكم، مين بقول لي كيف أطلع ال x intercept؟ x intercept بدي أشوف هذا الخط المستقيم. طبعا ليش خط مستقيم؟ لأن أعلى كو هون كديش كلهم واحد واحد واحد. فال x intercept مين بقول لي شو لازم أعمل عشان أطلع ال x intercept؟ يلا اسمع منكم. اوكي ففي عندنا بيسان عاصي، يلا بيسان. اللي هيت لما نحط y تساوي 0. y تساوي 0، احسنت. وبعدين اللي هيت 2 x ناقص 0 زائد 4. ممتاز. كم بيطلع هلا؟ 2 x ناقص 4 تساوي 0 ناقص زيد 4 نزيد 4 صح؟ ناقص 4 ناقص 4 2 x تساوي سالب 4 على 2 على 2 x تساوي سالب 2. ممتاز. اذا الخط المستقيم بدي يقطع محور سين وين هلا؟ سالب x تساوي سالب 2. بتعرفي وين x تساوي سالب 2؟ بتعرفي وين ساكنه هاي؟ وين x تساوي سالب 2؟ بتعرفي ولا بتعرفيش؟ صح، هاي هون x تساوي سالب 2 صح؟ صح. اسم الزوج المرتب اللي هون سالب 2 وايش؟ صفر. ممتاز، لان قيمه x سالب 2 وقيمة y صفر. إذا هذا هو بنسميه x intercept. أحسنت. طيب بدنا عشان نرسم الخط المستقيم بدنا كمان نقطة يا جماعة، بدنا ال y intercept. هلا يلا مين بيطلع لي y intercept؟ أسمع منكم بنفس الطريقة، بنفس الطريقة بدنا y intercept. يلا يا شروق. لا أنا عندي سؤال بس قبل ما تسألي السؤال، أعطيني y intercept please. لا انا ما بدي اجاوب، انا بسال سؤال. اوكي وانا بسمح لك تسالي بس تجاوبي اول لان هذا سؤال سهل. بدنا نطلع اول ايش واي انترسبت، بس نحل المثال هذا نفتح باب الاسئله. يلا بدنا نطلع واي انترسبت، شو بنعوض عشان اطلع واي انترسبت؟ بنعوض قيمه اكس. اكس تساوي قديش؟ سالب 2. والله طلعي واي انترسبت، يعني انا بدي اشوف وين. ما هذا هو سؤالي، هذا هو سؤالي، ان احنا دائما بنعوض مكان، لما بدنا نوجد اكس بنعوض مكان واي صفر، لما نوجد واي بنعوض مكان اكس صفر. لما بدنا نطلع، كملي الجمله اللي معك كمليها. لما بدي اطلع اكس انترسبت، شان انترسبت تقاطع، تقاطع خط مع محور سين. طلعي اي خط بدك ترسميه، طلعي كيف هاي بدي ارسمي 50,000 خط هون، اي خط بدك ترسميه في هاي النقطه، هذول الخطوط كلياتهم بيقطعوا محور سين في الزوج المرتب ناقص 2 0. تمام، بس بامكانك تطلع كيف تعملي، بامكانك تعملي كالتالي. خذ اي خط مستقيم، اي واحد بدك اياه من هذول. اي واحد، خذي اي واحد من هذول. فكرك الزوج المرتب اللي هون، هذا الزوج المرتب اللي هون واللي هون واللي هون واللي هون، قديش قيمه صاد فيه؟ دائما صفر. اذا معناته اذا بدك تشوفي وين اي خط مستقيم بقطع محور سين لازم تحطي واي قديش؟ صفر. طب نفس المبدا، فكرك اذا بدك تيجي ترسمي اي خط مستقيم بهي الصوره، خذي اي خط مستقيم بهي الصوره، باي خط مستقيم بدك اياه، وين بقطع قيمه واي؟ وين بقطع محور واي؟ لما بقطع محور واي، لما بقطع محور واي قديش تقوى قيمه اكس؟ صفر. ممتاز. يلا اذا هلا تمام، هذا بسميه واي انترسبت. يلا جاوبينا هلا على السؤال، بنروح نطلع نحن هلا الواي انترسبت، شو بعوض محل قيمة اكس؟ صفر، فبتصير 2 في 0 0 ناقص 0، يعني هي فعليا بتصير زائد 4 تساوي 0. إذا قديش تطلع قيمة واي؟ نحط ناقص 4 ناقص 4. ناقص 4 ناقص 4 أو زائد واي زائد واي، صح؟ ممكن. واي قديش؟ 4. إذا هي نقطة، هي الزوج المرتب اللي هون شو اسمه؟ يلا سمعيني إياه، شو اسم الزوج المرتب اللي هون؟ 4 و 0. خطأ. ولا قيمة قديش قيمة x؟ صفر. إذا بحطها للأول، وقيمة y؟ أوكي تمام. أوكي إذا هلا بعدها بيجي برسم الخط المستقيم اللي بمر في هذول النقطتين، صح؟ هذا هو الخط المستقيم اللي بمر في النقطتين، يعني رسم تقريبا. إذا صف عندي أنا هولا هون الخط المستقيم عشان أرسمه بدي نقطتين. طيب شو رأيكم يا جماعة؟ الزاوية اللي بصنعها مع محور سين زاوية منفرجة ولا زاوية حادة؟
زاوية حادة صح؟ معناته السلوب هون شو لازم يكون؟ موجب. مين بعرف يطلع لي السلوب؟ يلا اسمع منكم، مين بعرف يطلع لي السلوب هون؟ بعرف يرفع ايده طلع لي السلوب. يلا يا حسام، وين حسام؟ حسام نعم يا حسام. يعطيك العافية دكتور. تفضل. على القانون y2 minus y1 على x2 minus x1. ايوه بس صح؟ هو لما يكون معطيك نقطتين زوج مرتب، بس انا معطيك المعادله عشان نطلع السلوب بترتبها على الصوره العامه، بنرتب المعادله على هي الصوره y تساوي ax plus b حتى يكون معي هذا هو السلوب. تمام. بنرتب المعادله اللي فوق شو بسوي هلا؟ تمام بنحط زائد 2x زائد 2x. زائد ولا ناقص؟ لا لا ناقص، متاسف عشان انتبهت على النقص اللي عند الوقت. يلا هي ناقص ناقص ولا يهمك، شو بضل عندنا؟ وبعدين بعدين ناقص 4 ناقص 4. طيب شو طب نكني شو بصير الجواب هلا هيك صح؟ هي ناقص 4 ناقص 4 بروحوا مع بعض، بضل عندك سالب واي بيساوي سالب 2x ناقص 4. خلص هيك جاهز؟ لا بنقلب، يعني بتصير y تساوي 2x زائد 4. ممتاز، نضرب في سالب 2x زائد 4. اذا احذر قديش السلوب؟ السلوب 2. ممتاز، معامل سين صح، رقم معامل سين السلوب هنا موجب صح؟ يعني كل شيء مع بعض. طيب جميل جدا، اذا احنا هلا لاحظوا انا هلا درستكم شغلتين، درستكم الخط المستقيم L4 ودرستكم الخط المستقيم L3. هلا بدنا نيجي على شو هلا؟ بدنا نيجي على L1 و L2. اذا خلينا ناخذ اكزامبل رقم 3 واكزامبل رقم 4. شوف رقم 3 مثلا، نشوف رقم 3 على فرض بدي اعطيك الخط المستقيم التالي مثلا. اوكي مثلا y ناقص 5 بيساوي 0 تمام. يلا بدي اسمع منكم مين بقول لي شو هو الx intercept، شو رايكم؟ تتذكروا كيف بنطلع الx intercept؟ مين بعرف يجاوب على هذا السؤال؟ يلا ملاك. نعم ملاك. منعوض محل y صفر. يلا عوضي محل y تساوي صفر، شو بصير الجواب؟ صفر ناقص خمسة، سالب خمسة تساوي صفر. طيب شو بعطيك هاي؟ هل سالب خمسة يساوي صفر؟ لا. هل هذا كلام صحيح؟ خطأ، undefined. هل هذا كلام صحيح؟ لا. إذن هل يوجد عندي، إذن هل يوجد عندي x intercept؟ لا. معناته لا يوجد. لا يوجد. شو معنى لا يوجد؟ مين بقول لي، مين بعطيني جملة صحيحة يا ملاك؟ شو معنى لا يوجد؟ مين بقول لي شو معناها؟ مين بقول لي شو يعني لا يوجد في هاي الحالة؟ يلا يا أحمد. هاي أحمد. شو دكتور معنى؟ يعطيك العافية. تفضل عافيك. فاي. شو معنى في شيء انترسبت؟ شو معنى في شيء إكس انترسبت؟ جينا نطلع الإكس انترسبت. حطيت محل واي تساوي صفر. طلع معك سالب 5 يساوي 0، هذا خطأ، معناته ما فيش عندي x intercept. ماذا تستنتج؟ فيش تقاطع. ممتاز، فيش تقاطع. طب كمل معروفك، بتعرف ترسم لي خط بتقطعش مع محور سين؟ خط بتقطعش مع محور سين بحطه أفقي على محور صاد. ممتاز، أحسنت. بدي أرسم خط مستقيم ما بقطع. طب اسمع، هاي خط مستقيم، هاي هذا بإيش؟ هاي هذا الخط المستقيم بقطعش محور سين، هل هذا الخط صحيح ولا اخذ؟ نعم. ولا اخذ الخط اللي فوق؟ اللي فوق. طب ليه؟ ليش اللي فوق؟ طيب خلينا نروح نطلع عشان نجاوب على سؤالك، خلينا نروح نطلع مع بعض الواي انترسبت. هو اللي بجاوبك على هذا السؤال، واي انترسبت شو بنعوض محل يا احمد؟ محل بنحوض محل اكس صفر. حلو، عوض محل اكس صفر. هل في هنا اكس فوق؟ لا فيش شيء. فيش بلاش اريح، معناته واي ناقص 5 بيساوي صفر. يعني قديش واي هيك؟ زائد 5 زائد 5. واي 5. ممتاز. انو واي الخمسة، ناخذ اللي فوق ولا ناخذ اللي تحت؟ اللي فوق عشانها موجب. كيف هلا؟ معناته هذا هو ايش؟ ال1 اللي كنا نحكي عنه، إذا بتتذكروا في اللي رسمناه بالأورنج فوق، هذا هو L1. L1 هون هو عبارة عن Y بيساوي 5. Y بيساوي 5 هو عبارة عن خط أفقي يوازي محور سين. مين بقول لي كديش هلا؟ هيطلعنا في له Y intercept. هي Y intercept. Y intercept عند الزوج المرتب 0 و5، بتبقى قيمة X 0 بتبقى قيمة Y 5.
طيب نيجي هلا على السلوب، مين بقول لي هل في ميلان لهذا الخط؟ هل في له ميلان؟ هل الخط اللي قدامكم اللي بالأزرق هل هذا خط مايل ولا خط أفقي فيش له ميلان؟ خلينا نشوف مع بعض عشان أطلع الميلان. يا جماعة تتذكروا لازم نكتب إيش؟ لازم نكتب y تساوي ax plus b، صح؟ يعني بدي أخلي y موضوع القانون. أكيد لما تكتب y موضوع القانون، قبل شوي أحمد طلع لي y موضوع القانون، قبل شوي طلعها اللي هي y تساوي 5، صح؟ هاي y موضوع القانون. السؤال وين معامل سين هون؟ مين بقول لي كديش معامل سين هون؟ كديش m تساوي؟ مين بعرف؟ إذا المعظم صار يجاوب على الشات، أحسنتم. إذا هنا لما يكون فيش معامل سين معناته صفر. إذا استنتاج مهم جدا هلا إنه يعني A، يعني هنا M اللي هي نفسها A تساوي صفر، السلوب يعني فيش X، فيش معامل X. معناته يا جماعة الخير أي خط، أي خط موازي لمحور سين بيكون ميلانه صفر. أوكي، إذا هذا اللاين هذا اللي هو بنسميه horizontal line، بنسميه horizontal horizontal line يعني خط أفقي. وبالتالي أي خط أفقي بكتب لك هنا زي ملاحظة any horizontal line، شو معنى هذول الاختصارات؟ هاي اختصار لشو؟ هاي HL، هاي معناها horizontal line. any horizontal line has slope zero، هاي ملاحظة مهمة جدا بعد هذا المثال. فاستفدنا هلا إنه الخط الأفقي اللي هو horizontal line slope له zero. واضح يا جماعة؟ بتأمل تكبر صورة واضحة للجميع. إذا الكل متبع معي لحد الآن وفاهمين نضغط الرقم 100، وإذا حدا عنده أي سؤال يرفع يده أشوف. هلأ بدي أعطيكم مثال على إيش؟ بدي أعطيكم مثال هلأ على اللي هو L4. أوكي طيب نشوف إذا في حدا شروك عندك سؤال عمي؟ لا لا هو هذا من الأول. أوكي وحسام، حسام عندك سؤال؟ إيه لا لا دكتور. أوكي إذا خلينا نشوف مع بعض هلا المثال الأخير اللي هو مثال 4. على فرض أنا حكيت لك هلا x ناقص 4 بيساوي 3. يلا بنشوف مع بعض وين ال x intercept. مين بحب يجاوب؟ وين x intercept هون؟ نسمع مع بعض. يلا شو اللي بعرف يجاوب يرفع يده. كيف نطلع ال x intercept حسب التعريف وحسب ما تعلمنا قبل شوي؟ عشان نطلع ال x intercept شو بنعمل يا جماعة؟ يلا يا شهد. نحكي ان ال x تساوي صفر، فصفر ناقص 4 تساوي 3. لحظة شوي، احنا بدنا ال x intercept وين الخط المستقيم بقطع محور سين. كديش تبقى قيمة ايش؟ اي واي تساوي صفر، هيك قصدك صح؟ اوكي هل في y فوق؟ لا ما فيش. هل كان عوضنا صفر فبطلع جواب كديش؟ زائد 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 اكس تساوي 3 7. اوكي اكس تساوي 7، احسنت. اذا انا هلا شو بيجي بعمل؟ هاي انا عندي مستوى الديكارتي، هاي اكس هاي واي، وبدي ارسم هلا ايش؟ يعني سهل اني ارسم خط. مين بقول لي كيف ارسم الخط المستقيم اكس تساوي 7؟ اوكي انا عندي هلا الخط المستقيم بدي مر في هاي النقطة اللي هون. على فرض هاي النقطة، طبعا زي ما احنا شفنا هاي النقطة اسمها 7 وقيمتها 0. طيب خلينا نشوف مع بعض قبل ما ارسم، اروح اشوف شو هو y intercept. يلا مين بقول لي شو هو y intercept؟ اسمع منكم حسب التعريف شو هو y intercept. يلا يا احمد. x تساوي 0. x تساوي 0 وبعدها x ناقص 4 يساوي 3. 0 ناقص 4 يساوي 3 وبعدها شو بطلع معك؟ هل 0 4 يساوي 3؟ undefined. هذا خطأ. شو معنى خطأ؟ شو معنى هاي الجملة؟ undefined غير معرفة. لا معناته انه لا يوجد، فش عندي انا هون y intercept، لا يوجد تقاطع. ما فيش تقاطع. اذا هلا سؤالي للجميع، مين بقدر يرسم لي خط مستقيم يمر في الزوج المرتب 7 و0 وما يقطعش واي؟ فاهمين علي كيف هلا؟ مين بعرف يرسم لي خط مستقيم يمر في الزوج المرتب 7 و0 وما يقطعش محور واي؟ يلا خط عمود.
دائرة عمود. خلينا نعطي فرصة يا أحمد لطلاب آخرين. شكرا لك. بنحط عمود فوق النقطة 7، نرسم خط عمودي بمر وين؟ في النقطة 7 بوينت. ممتاز. طيب بدي أسأل سؤال هلا، هذا الخط المستقيم اللي بدنا نرسمه، هذا الخط شو بنسميه؟ بيش له اسم؟ L2 اللي سويناه فوق. مزبوط، بس اللي فوق سميناه horizontal line، هذا الخط المستقيم شو بدنا نسميه؟ شو معنى خط عمودي بالانجليزي؟ vertical ايش؟ vertical line يعني خط عمودي. شو معنى vertical line؟ خط عمودي. بمعنى اخر لو نجي ناخذ اي نقطه، خذوا اي نقطه على هذا الخط المستقيم، خذوا اي نقطه عليه، دائما قيمه اكس شو مالها؟ 7، بتتغيرش. نفس الحاجه لو نجي على الخط المستقيم اللي هون، خذوا اي زوج مرتب هون، خذ اي زوج مرتب على هذا الخط، بتلاقي قيمه واي بتتغيرش، دائما واي ثابته. طيب هلا نيجي على الخط المستقيم ايش اللي هو L2. طبعا L2 بقدر احط لك هلا ايش زي ريمارك هون، ملاحظه انه اني، هذا انا مختصرها ايش، vertical line، any vertical line has undefined slope. سلوب لإله شو ماله؟ غير معرف. طب كيف يا استاذ غير معرف؟ اذا هلا انا بدي احكي لك شغله، بدي اعطيك تعريف سلوب عشان تريحه من هالشغله كلياتها. اذا بشكل عام هلا بقدر اكتب لك التعريف بشكل عام، انه سلوب اوف اني لاين باسز، اذا في عندك اي خط مستقيم بمر من خلال نقطتين ثرو تو بوينتس، إذا تقدر تجيب لي نقطتين بمر فيهم الخط المستقيم زي مثلا x1 y1 and x2 y2، راح نشوف مع بعض انه السلوب اللي نحن بندور عليه هو عباره عن ايش؟ از، طبعا السلوب برمزنا بالرمز m، وهو عباره عن فرق الصادات على فرق السينات، ويساوي صاد 2 ناقص صاد 1 على x2 ناقص x1. كويس؟ هذا هو تعريف ايش؟ السلوب بشكل عام. فلو نرجع فوق هلا شوي شوي، لاحظوا تعالوا عندي، تعالوا مع بعض هون مثلا، على فرض انه هاي النقطه اللي هون مثلا 3، مين بقول لي الزوج المرتب اللي هون شو اسمه؟ يلا اشوف اسمع منكم، مين بقول لي هذا الزوج المرتب هون شو راح يكون اسمه هلا؟ يلا يا جماعه، مين بقول لي الزوج المرتب على سواد 3 شو بيكون اسمه؟ نعم يا ثراء. طلع اذا النقطه اللي هون اكس تساوي 3، هاي النقطه اللي هون شو اسمها راح تكون؟ صح، هاي راح تطلع 3 و5. واذا النقطه هاي مثلا اللي هون 2، هاي النقطه اللي هون كمان تطلع 2 و5، هاي تطلع 1 و5 الى اخره، لانه هاي قيمه واي ثابته، بتتغير قيمه واي. طب انا صار عندي هلا ايش؟ هاي صار انا عندي هون نقطتين، بيجي بسمي هاي مثلا x1 وهي صورتها y1، وهي x2 وهي صورتها y2. فاذا بدي اطلع السلوب، الميل بيساوي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1، ويساوي يلا y2 5 ناقص y1 5 على x2 3 ناقص x1 0، فبطلع في البسط 0، في المقام 3، فبطلع الجواب 0. عشان هيك اي خط مستقيم افقي الميل له قديش؟ 0. هي شايفين؟ بينما لما نيجي على الخط العمودي، هي اخذنا هون نقطة 7 و0، لو جينا ناخذ النقطة هاي اللي هون مثلا، على فرض هاي النقطة على سواء، هاي مثلا على سواء الأربعة مثلا، مين بقول لي هاي النقطة اللي هون شو اسمها الزوج المرتب اللي هون؟ اسمع منكم، مين بقول لي النقطة اللي بالأسود شو اسمها؟ حدا بيعرف؟ شو اسم النقطة اللي بالأسود؟ يلا يا منار. النقطة اللي بالأسود يا منار، قديش قيمة إكس فيها؟ قيمة إكس ثابتة 7، وقيمة واي 4. هلا اذا بدنا نيجي نطلع السلوب هون، اجي اطلع M2 مثلا اللي هي عباره عن y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1، يعني راح نلاحظ التالي هلا، هي خذ اي نقطه بدك اياها، سمي هي مثلا x1 y1، سمي هي x2 y2. معناتها y2 4 ناقص y1 0 على x2 7 ناقص x1 7. فالسؤال هل بزبط اقسم على 0؟ عشان هيك بقول ايش؟ مش معرف. اي خط عمودي، اي vertical line slope تبعه undefined، لانه ساعتها منقسم على 0. فهذا هو التعريف بشكل عام يا جماعه على السلوب، و
هلا بقدر نطلع سلوب لكثير نقاط من خلال ازواج مرتبه. ودائما لما بطلع معنا سلوب فدائما هلا بقدر نحكي هلا كالتالي: اف اذا طلع معنا سلوب بيساوي صفر معناته اللاين تبعنا شو ماله هو عباره عن هوريزونتال، واذا طلع معنا سلوب انديفاين معناته اللاين تبعنا اللي بنحكي عنه هو عباره عن فيرتيكال، واذا طلع معنا سلوب موجب معناته الخط المستقيم بيصنع زاويه حاده اللاين، واذا طلع سلوب سالب معناته الخط المستقيم بيصنع زاويه شو مالها منفرجه مع محور سين. فهي الاشياء يعني حلو نتذكرها ونعرفها مع بعض، وبناء على ذلك هلا بناء على ذلك برجع اعمل شير سكرين على السريع لانه بالخطا طلعنا منها، وبالتالي بناء على ذلك نقدر ناخذ هلا اكزامبلز نشوف كيف ممكن نطلع سلوب لخطوط مستقيمه بتمر في نقطتين. ف خلينا نشوف مع بعض الاكزامبل التالي. اوكي اكزامبل، الاكزامبل بحكي لك اعطيني سلوب، فايند سلوب، بدي اسمع منكم هلا شوف مين بيعرف يجاوب. اعطينا سلوب فور ذا لاين، للخط المستقيم اللي بمر من خلال واحد مثلا، بمر من خلال النقطه التاليه مثلا ناقص 2 وسالب 3، وايضا بمرك كمان من مثلا 0 وسالب 3. يلا اسمع منكم مين بيعرف يطلع السلوب هون ولا غلطه يا جماعه، يلا بدنا ولا غلطه، مين بيعرف يطلع سلوب للخط المستقيم اللي بمر في هاي النقطتين؟ مين بيعرف؟ يلا رزان، نسمع من رزان، نعطي اولويه للناس اللي ما شاركوش. اوكي تفضلي. اول شيء بنحط سالب 3 ناقص سالب 3 سالب سالب 3 على 0 ناقص ناقص 2. ممتازة، بس بإمكانك تستنتجي شفهي، بما إنه الواي ما دام قيمة واي ثابتة معناته السلوب صفر على السريع. صفر. نقدر نستنتج على السريع، بس أنت سوي حالك مش عارفة. سو بيجي بعمل هاي إكس واحد واي واحد، هاي إكس اثنين واي اثنين، وهي السلوب بيساوي واي اثنين ناقص واي واحد على إكس اثنين ناقص إكس واحد، ويساوي زي ما حكيت هي سالب ثلاث ناقص من القانون سالب ثلاث على صفر ناقص ناقص 2، فبطلع فوق في الجواب سالب 3 موجب 3 وتحت على موجب 2، اللي زي ما حكيتي 0 تقسيم 2 هي بيطلع الجواب 0. اذا شو بتستنتجي هون؟ هل الخط اللي بمر في هذول النقطتين هو خط افقي ولا خط عمودي؟ افقي. ممتازه، اذا بقدر احكي هلا هون ايش؟ بقدر احكي هلا this line is horizontal. Horizontal. احكي horizontal. Horizontal. ممتاز. طيب نشوف نشوف مثلا النقطتين الثانيات هلا. على فرض مثلا اجى معي الخط المستقيم بهي الصوره مثلا 2 و4 وايضا 2 وسالب 5. يلا مين بيعرف يطلع السلوب هنا ولا غلطه؟ مين بيعرف؟ بدنا نشوف مين بيعرف يجاوب ولا غلطه زي رزان. يلا غيرهم، نيجي على ويام. يلا يا ويام. دكتور سالب 5 ناقص 4. مزبوط كلامك، بس في عندك استنتاج هون، بما انه هاي 2 نفس هاي 2 لقيم سين، فكرك كده بيطلع السلوب صفر؟ نو صفر في المقام هاي، بيطلع السلوب شو ماله؟ undefined. بس سوي حالك مش عارف، هاي واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1 ويساوي يلا هاي اكس 1 واي 1 سالب 5 ناقص 4 على 2 ناقص 2 قديش بيطلع الجواب؟ سالب 9 0 undefined. طيب شو بتعرفي عن هذا الخط المستقيم؟ هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ فيرتيكال. This line is vertical. ممتاز. اوكي جميل جدا. طيب نشوف مع بعض رقم 3. على فرض انا بدي اجيب مثلا الخط المستقيم اللي بمر في النقطتين التاليات مثلا، يلا هي عندنا هون سالب 1 و2 والنقطة الثانية اللي هي 5 و4، مين بيعرف يطلع السلوب اللي هون؟ يلا ولا غلطة، نسمع. بدنا الجميع يشارك يا جماعة، يلا شو مين ما شاركش معنا وبحب يشارك؟ عبد الرحمن، نعم عبد الرحمن. دكتور بعمل واي تريد ناقص واي 1 على اكس تريد ناقص اكس 1. اوكي، إذا السلوب بيساوي
واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص 1 نكمل شو بصير 4 ناقص 2 على 5 ناقص ناقص 1 4 ناقص 2 على 5 ناقص ناقص 2 على 6 6 كيف كيف 2 4 ناقص 2 2 و5 ناقص ناقص 1 6 بتصير ثلث ممتاز احسن شو رايك هذا الثلث موجب ولا سالب يا دكتور هذا الثلث الميلان طلع معنا موجب هذا اذا هذا الخط المستقيم بصنع زاويه ايش حادة مع محور سين صح؟ صحيح طيب بدي أعطيكم استنتاج مرتب هلأ مين بقول لي هلأ كيف أطلع الميل لهذول الزوج مرتب يلا مين بدي جاوب هون بدنا ناس جداد كمان نفس الطريقة يلا أشوف مين حابب يشاركنا هون رؤى نعم يا رؤى سالب 3 ناقص 0 على 4 ناقص 3 أحسنت إذا هاي إكس 1 إكس 2 وإكس 1 واي 1 وإكس 2 واي 2 صح؟ يلا شو بطلع معك السلوب؟ سالب 3 ناقص 0 يساوي سالب 3 على 4 ناقص 3 يساوي 1 0 على 1 يساوي سالب 3 ممتاز السلوب هنا سالب شو يعني؟ يعني زاوية منفرجة مع محور سين طيب جميل جدا بدي أسألكم سؤال مين بقول لي نشوف الشاطر أو الشاطرة بقول لي شو العلاقة بين الخط المستقيم اللي هون والخط المستقيم اللي هون شو العلاقة بينهم اللي بعرف يرفع ايده يلا اذا بيجاوب صح او بتجاوب صح بدنا نسقف لهم يلا مين بقول لي شو العلاقة بين الخط المستقيم رقم 3 والخط المستقيم رقم 4 مين بعرف اوكي نشوف مثلا رزين نعم رزين عكس بعض شو يعني عكس بعض في الرياضيات يعني واحد رايح يعني... الجامعة والثاني مروح الجامعة يعني لا لا مش هي يعني معناته ان واحد زاوية حادة واحد زاوية منفرجة أوكي. الفوق منفرجة والتحت حادة يعني بدنا إجابة شوي أدق يا رزان خلينا نسمع مثلا نشوف أحمد أبو أحمد نعم أحمد دكتور يعني inversal relation شو يعني inversal relation علاقة عكسية شو يعني علاقة عكسية يعني واحد مثلا بحب الطلوع والثاني بحب النزول يعني مين بقول لي شاف كلي طيب نسمع ثائرة يلا يا ثائرة إن مثلا لو اعتبرنا إن 3 A 4 بتكون بتساوي A سالب 1 طب بدي أسألكم سؤال أخفف عليكم السؤال يعني بدي أخفف عليكم السؤال مين بقول لي لو بدي أروح أرسمهم هذول الجماعة كيف بتطلع رسمتهم؟ نعم يا دعاء بكونوا موازيات الكيت مشين مقلوبات بكونوا متوازيات يا دعاء الله يسامحك المتوازيات لا مش أنا المتوازيات ما كلتش متوازية لا أنا بقول من مقلوبات مقلوبات يعني شو يعني مقلوبات يعني يعني الكس يعني الثلث هذا قلب المفهوم الإشي مقلوبات يعني مقلوبات عكسات متعاكسات أشياء زي أيوة متعاكسات متعاكسات فيها هاي قربت الإجابات مين بعرف يجاوب نسمع مثلا ويام نعم يا ويام دكتور لما نرسمهم بيكونوا متقاطعان إذا لما نرسمهم بتقاطعوا مع بعض أوكي قربتي بس يعني بدنا إجابة لسه شوي أشمل نسمع رغد نعم رغد دكتور يمكن إنه واحد جهة الموجة وواحد جهة السالب هيك شيء متقاطعات إذا واحد مثلا قصدك واحد داير وجهة غربة واحد داير وجهة شرقة يعني طيب خلينا نشوف ملاك نعم يا ملاك بجوز لما نرسمهم كل واحد بيكون عكس الثاني حد بيكون هيك والثاني هيك يعني لما نرسمهم عكس الثاني كل واحد عكس الثاني كيف يعني يعني واحد مثلا داير وجهه على القبله والثاني وين داير وجهه مين بيعرف يرسم هذول كيف بيطلع شكل من هذول يا جماعه وبعدين معكم حداش بيعرف مين ما سالناهوش
أوكي طيب شوفوا علي، بدي أحكي لكم شيء اللي أنتم بتعرفوها من المدرسة أعتقد. إذا بتضرب طلعوا علي، إذا بنروح بنضرب سمي هاي M1 سمي هاي M2. فكركم إذا بنضرب M1 مضروب في M2 كده بطلع الجواب. يلا شو رأيكم؟ عرفتوا حاجة هلا؟ كده بطلع الجواب. ها هاي رؤى بتحكي لك لما نضرب في بعض بطلع صفر. معقول يا رؤى بطلع صفر؟ هل ثلث مضروب في سالب ثلاث بطلع الجواب كديش؟ كديش بطلع الجواب؟ ثلث كديش ثلث في ثلاث؟ سالب واحد. طيب لما نضرب الميلان لخطين مستقيم ويطلع الجواب سالب واحد، شو بنستنتج؟ في نتيجة هون، في هون عندنا نتيجة، مين بعرف؟ لما نضرب خط الميلان لخطين مستقيمات يطلع الجواب سالب واحد، شو النتيجة بتكون؟ هذا فيكم بيعرف شو النتيجة؟ هات نسمع. هي في عندنا حدا رافع ايده ايدي مثلا رزان، شو بتطلع النتيجة؟ اوكي اذا بدي احكي لكم اياها، بطلعوا هدول الخطين المستقيمين بطلعوا متعامدين بالانجليزي بير بنديكولر او بنسميهم نورمال او بنسميهم اورثوغونال. كويس اذا هدول الخطين المستقيمين اللي بمروا في هاي النقاط اللي حاصل ضرب ميلانهم بطلع سالب واحد، بيطلعوا خطين شمالهم عموديات على بعض، ويعني سهل انه ايش نرسمهم ونشوف من خلال الرسم بالفعل هل بيطلعوا متوازيات ولا بيطلعوا ايش مش متوازيات. فبامكاننا نرسم هاي نرسمهم ونشوف مع بعض كيف بيطلع الرسم. فاي خطين مستقيمين بيكون حاصل ضرب ميلانهم سالب واحد معناته بيكونوا ايش خطين ايش على عموديات على بعض. والمره الجايه ان شاء الله بنكمل، فراح اوقف هون هلا.